مدبول يؤكد تطلعه لتعزيز الشراكة الشاملة والمستدامة مع الصين، ويشدد على وجود فرصة لوضع أجندة عمل للتنمية بالاقتصادات الناشئة. مصدر رفيع المستوى ينفي صحة ما يتم تداوله حول وجود ترتيبات أمنية مصرية إسرائيلية بشأن الحدود مع قطاع غزة. مصر تؤكد أن الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها لدعم الفلسطينيين، وأنها لم تقبل بأي سيناريوهات لتفكيك الوكالة تحت أي ذريعة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الشاملة والمستدامة بما يتجاوز العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني. جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من المنتدى المنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 11 إلى 13 من يوليو الجاري. فإننا نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا الشاملة والمستدامة بما يتجاوز علاقتنا الثنائية مع الجانب الصيني، ليشمل ذلك التعاون في إطار تجمع البريكس، فضلا عن التعاون الثلاثي لا سيما مع الدول الإفريقية، وهو ما يتسق مع رؤية قادة البلدين حول أن الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في التعاون الدولي والعمل الجماعي وصياغة عقد عالمي جديد قائم على الإنصاف والعدالة والشفافية. وختاما، فإنني أتطلع إلى أن يسفر المنتدى عن الاتفاق على توصيات تمهد الطريق لإقامة شراكات بناءة في مختلف المجالات بين الجانب الصيني وكافة الدول والمؤسسات المشاركة في المنتدى، بما يدعم ويدفع من معدلات النمو المستدام والاستثمار بين الاقتصادات الناشئة. وفيما يتعلق بجهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، شدد رئيس الوزراء على أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة أثار تغير المناخ، كما أكد مدبولي أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أسس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة. في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد كافة الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ. فهناك فرصة سانحة للمضي قدما نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة، وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لا سيما وأن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدما بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة. عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعها لليوم الثالث على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وبحضور كل من وزراء الشؤون النيابية والقانونية ووزيرة التنمية المحلية وكذلك وزير الإسكان، حيث تم طرح موسع لمشكلات المحليات. وأكد رئيس اللجنة الخاصة على استمرار النقاش الموضوعي والهادف بين النواب والسادة الوزراء المعنيين، الذي اتخذته اللجنة الخاصة منهجا لها لإعلاء المصلحة العليا للوطن. وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على أهمية مدار بين مناقشات بين النواب والسادة الوزراء المعنيين، مؤكدا على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة بين الجانبين.
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني على أن رؤية وزارتي التنمية المحلية والإسكان التي تم طرحها في برنامج الحكومة لا خلاف عليها. وأشاد رئيس اللجنة بترتيب الأولويات التي أشارت إليها وزيرة التنمية المحلية، مؤكدا على أهمية تحديد جدول زمني لخطة عمل الوزارتين. وقدم رئيس لجنة الإدارة المحلية عددا من الحلول والرؤى لكل من الوزارتين للقضاء على المناطق غير الحضرية واستمرار تشييد وتعمير المدن والقضاء على التعدي على أملاك الدولة. تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادرها، حيث تشمل خطط الحكومة 8 برامج تستهدف توفير الطاقة من مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة وإتاحتها للأفراد والمؤسسات. نحو تحقيق طموحات الشعب المصري في حاضر ومستقبل أفضل، تواصل الدولة تحديث وتطوير أساليب عملها بما يتواكب مع هذه التطلعات وفي مختلف القطاعات. وفي وقت يحتل فيه قطاع الطاقة أولوية كبرى في عمل الحكومة الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون القطاع قادراً على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادرها. الحكومة وعبر خطط طموحة تشمل 8 برامج تستهدف توفير الطاقة من مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة مع إتاحتها للأفراد والمؤسسات. وفي صدارة البرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها بشأن قطاع الطاقة، استمرار خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة وتوسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة، ولا سيما مع دول منتدى غاز شرق المتوسط، وتعظيم الاستفادة من توليد الطاقة المتجددة بما يشمل الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية. وفي عالم مليء بالمتغيرات، يأتي العمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ليتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في البلاد حتى عام 2035، بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035. كما تشمل الخطط الحكومية في قطاع الطاقة تعزيز الإنتاجية والابتكار وتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتطوير قطاعي البترول والثروة المعدنية لارتباطهما الوثيق بقطاعات إنتاج الطاقة. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حرص مصر على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية على كافة الأصعدة. جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس بروسيا، حيث التقى جبالي رئيس مجلس النواب الروسي فياتشسلاف فولودين مبديا تقديره التام لتنظيم البرلمان الروسي لأعمال المنتدى، مع تطلع لمخرجات بناءة من المنتدى تسهم في تطوير التعاون البرلماني بين دول التجمع. من جانبه ثمن رئيس مجلس الدوما الروسي المشاركة البرلمانية رفيعة المستوى لمجلس النواب المصري في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس، مؤكدا أن ذلك يعكس العلاقات المتميزة والراسخة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق ورسوخ علاقات الصداقة التاريخية بين مصر والصين. جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس المنعقد في روسيا الاتحادية، حيث التقى جبالي تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وأشاد جبالي بجهود القيادة السياسية في كلا البلدين في تعزيز التفاهمات المشتركة والمرتكزة على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة. استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ في أبو ظبي فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين. وخلال اللقاء بحث الجانبان تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات وكل من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين.
عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره الجيبوتي والصومالي. يأتي ذلك في إطار الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى دولتي جيبوتي والصومال على أولى رحلاته للنقل الوطني لشركة مصر للطيران لتدشين خط الطيران المباشر بين الدول الثلاث. وكما أشار وزير الخارجية إلى النتائج الإيجابية المنتظرة من تسيير هذا الخط، والذي تضمن دعم أواصر العلاقات على المستوى الشعبي والإسهام في ترفيع مستوى التبادل التجاري وتحقيق قدر أعلى من الترابط بين المستثمرين والقطاعات الاقتصادية بين الدول الثلاث. تحت رعاية الرئيس السيسي، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. يأتي ذلك انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتزامنا مع المبادرة تواصل منظومة أمان توفير عبوات غذائية بتخفيضات تصل إلى 50%. استمرارا لنجاحات مبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع غذائية وغير غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره دي، وبتمنى ان هو يفضل على طول مستمريه في اكتر من وقت، لان احنا عايشين بيها كويسه جدا. انا كسبت بيت مثلا فيه اصنافها الزيت والسكر والرز والحاجات دي، شيء يومي في حياتنا، فانا مبسوطه جدا ان هي مستمره معانا، وعلى طول طبعا بتمنى من سياده الرئيس ان هي تبقى موجوده ما تتقطعش عندنا. انا جبت كل متطلبات بيتي، جبت زيت سكر شاي مكرونه، جبت حاجات كتير جدا، وفعلا بسعر في متناول الجميع، يعني اي حد لو جه مكان زي ده هيعرف الفرق بينه وبين اسعار بره. الحاجات هنا كلها رخيصه، ان كان رز او سكر او زيت او اي حاجه، كلها كويسه. حتى اللحوم هنا بردك كويس، يعني هو مش سايب حاجه بصراحه. الملابس وكله كل حاجه كويسه فيها واسعارها حلوه. تشهد هذه المرحله من المبادره مشاركه واسعه من الشركات والاسواق والسلاسل التجاريه الكبرى وموردي اللحوم وخضروات وفاكهه وتجار جمله وتجزئه لتحقيق وفره المعروض في 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 40% وبجودة عالية. المبادرة جميلة جدا، في فرق شاسع بين الأسعار بره والأسعار اللي موجودة في المبادرة هنا. يا ريت سعادة الرئيس يخلي الموضوع ده مستمر على طول. مبادرة ممتازة وكويسة، مسهلة علينا في حتة الأسعار، الأسعار هنا قليلة. اللي كان بيشتري مثلا كيس سكر لا ممكن يشتري 3 و4 و5. نشكر السيادة الرئيس على إن هو منزل لنا المبادرة ديت. اسعارها حلوه ومتناول ايدينا، بقدر اجيب احتياجاتي كلها. في حاجات كتيره جدا انا اشتريتها من هنا من الهايبر، مبادره في اسعار كويسه. هنا الاسعار منضبطه والاسعار حلوه مش وحشه، احسن من بره كتير. في فرق عن بره كتير قوي 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 في الاسعار، حتى مش فرط في الاوضه الغذائيه، في كل حاجه متوفره كتير يعني. والله المبادره شيء جميل بصراحه، ويا ريت تستمر على طول. وبنشكر سياده الرئيس طبعا على المبادره ديت. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وتزامنا مع المبادرة تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. كما توفر منظومة أمان عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال قوافل السيارات الموجودة في الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية. أنا كنت معدي رايح الشغل، لقيت عربية مبادرة كلنا واحد بتبيع الكرتونة بنص الثمن، وربنا خلينا سيادة الرئيس. يعني الكرتونة دي بقى بره يعني أكتر حاجة تكون 150 جنيه، النهاردة ب 75 بنص الثمن. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي موجودة هنا في بورسعيد، ويا ريت تفضل مستمرة على طول. بنشكر الرئيس على اهتمامه بينا وعلى أسعاره الرخيصة اللي بينزلها لنا،
وربنا يخلينا الرئيس رب. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. من مرحلة إلى أخرى تؤكد مبادرة كلنا واحد سعيها المتواصل نحو دعم الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عنهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. نفى مصدر رفيع المستوى صحة ما يتم تداوله حول وجود ترتيبات أمنية مصرية إسرائيلية بشأن الحدود مع قطاع غزة. وأضاف المصدر أن هناك أطرافا إسرائيلية تبث شائعات حول ترتيبات أمنية مع مصر لمحاولة إخفاء إخفاقاتها بغزة. وأوضح المصدر وجود نقاط عالقة تتجاوز ما سبق أو ما سبق هذا الاتفاق مع الوسطاء وتعوق تحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة. كما أضاف المصدر رفيع المستوى أن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة. أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها لدعم الملايين من الفلسطينيين. وخلال مؤتمر إعلان التبرعات لوكالة الأونروا لعام 2024 بالأمم المتحدة، شدد السفير أسامة عبد الخالق على أن مصر لم تقبل أي سيناريوهات لتفكيك الأونروا، وتناشد المجتمع الدولي بحماية الوكالة الأممية. وكالة لا غنى عنها لدعم اللاجئين الفلسطينيين لتخفيف من حدة الأزمة الراهنة في غزة، ولقد أثبتت الوكالة في هذا الظرف الحرج مدى كفاءتها وحيوية دورها بعد أن ضحى موظفوها بأرواحهم تلبية للواجب. تشدد مصر على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استبدال الأونروا ونقل مهامها لأي وكالة أو جهاز أممي آخر. لم تقبل مصر أي سيناريوهات تستهدف تفكيك الوكالة تحت أي ذرائع باطلة تسوقها إسرائيل أو غير إسرائيل. تناشدكم مصر حماية الأونروا والحفاظ عليها في مناطق العمليات الخمس. الشعب الفلسطيني لم ولا يرغب في البقاء في حالة اللجوء لكل تلك العقود، ففرض عليهم وضع اللجوء بسبب الحرمان من أبسط الحقوق المتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولإنهاء هذا الوضع برمته يجب أن يكون هناك التزام بتنفيذ مقررات شرعية دولية إيجاد حل للأزمة الفلسطينية بهدف إنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أدانت الخارجية الفلسطينية اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على موقع مسجل على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو كتراث ديني وثقافي فلسطيني وإنساني عالمي. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا الاعتداء هو جزء لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الرامية إلى تكريس سرقة الحرم الإبراهيمي الشريف وتهويده من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية. وهو تعبير أيضا عن عقلية الاحتلال وسياساته التي تستهدف دور العبادة والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة وتزوير واقعها لخدمة روايات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البري والبحري والجوي على قطاع غزة لليوم 80 بعد 200 على التوالي. وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمين نحو 60 شهيدا من حي تل الهوى ومنطقتي الرمال الجنوبي والصناعة في مدينة غزة بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال عقب اجتياح بري منذ نحو أسبوع.
هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء لنحو 38,400 شهيد وإصابة أكثر من 88,000 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وإلى هذا الخبر العاجل، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة. شعب مصر العظيم، في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد، يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث، نظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية، فثبت لها يقيناً أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه. في إطار الأولوية القصوى لتعظيم إمكانيات الدولة وقوتها الشاملة، تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عن كثب جهود إنشاء القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شددت توجيهات سيادته على أن تكون القيادة الاستراتيجية صرحا لشعب مصر العظيم وإضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة، بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهاتها وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة. هذا وقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية للقيادة الاستراتيجية استعدادا لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها، حيث كان في استقبال سيادته كل من الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة. وقد أكد السيد الرئيس أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستقوم بدور محوري في تعزيز الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لحماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويسهم في تأمين مقدراتها وحماية المصالح العليا لشعب مصر العظيم. كما أجرى السيد الرئيس جولة بالأكاديمية العسكرية المصرية متفقدا عددا من منشآتها، ومن بينها مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية، ومبنى معهد المدفعية، ومعهد المشاة، ونادي الفروسية بالأكاديمية. We'll be right back.
حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يضمن رفع مستويات الأداء والكفاءة للمتعلمين والمتدربين ويعزز من قدراتهم العلمية والمعرفية والعملياتية ويؤهلهم لتنفيذ شتى المهام التي توكل إليهم مستقبلاً. أعلن حزب الله اللبناني استهداف مجموعة لجنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بأعمال التحصين في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية. وأوضح الحزب أنه استهدف التجهيزات التجسسية لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة مطلة ما أدى إلى تدميرها. بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي في المطلة بعد سقوط عدد من الصواريخ في المستوطنة. تنطلق من مدينة العالمين الجديدة النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة بالعديد من الفعاليات المختلفة. وتحت شعار العالم عالمين يستهدف المهرجان جذب ملايين السياح والزائرين للمدينة. أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين في نسخته الثانية عن إقامة منطقة الأرينا الجديدة والتي أطلق عليها اسم يو أرينا نسبة لشعار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ودشنت المتحدة منطقة يو أرينا في وقت قياسي لإقامة مجموعة متنوعة من الحفلات الغنائية وتستوعب الآلاف من رواد مدينة العالمين الجديدة، حيث تعتبر المنطقة واحدة من العلامات التي تعبر عن التطور السريع الذي تشهده مدينة العالمين الجديدة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. مدبولي يؤكد تطلعه لتعزيز الشراكة الشاملة والمستدامة مع الصين، ويشدد على وجود فرصة لوضع أجندة عمل للتنمية بالاقتصادات الناشئة. مصدر رفيع المستوى ينفي صحة ما يتم تداوله حول وجود ترتيبات أمنية مصرية إسرائيلية بشأن الحدود مع قطاع غزة. مصر تؤكد أن الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها لدعم الفلسطينيين، وأنها لم تقبل أي سيناريوهات لتفكيك الوكالة تحت أي ذريعة. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف عبدين. مساء الخير يا يوسف. مساء الخير يا إيمان. مساء الخير يا أميرة. كل سنة وانتم طيبين. شكرك، كتر خيرك، كتر خيرك يا إيمان، وشكرا ليك يا أميرة، وشكرا كل صناع التاسعة. ولحظات مشاهدينا، ونبدأ مع حضراتكم حالا فقرات التاسعة.